يحيى خلي ساليكم، مرحبا بكم. ومشوا مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احليمي، اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ، ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه لك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبه على خير، بارك الله فيك. شكرا. الحمد لله. اذا استاذ اليوم غادي نتكلموا على الرجله او ولات الرجله. كل واحد شنو كيقول لها. تنعرفوا بان هاد النباتات والورقيات هما كيلعبوا دور كبير في التغذيه ديالنا. قديما كانوا كيقولوا الخبيزه في الشتاء وترجله في الصيف. تمام. وكان كيتعرف بان الخبيزه كتدفي الذات وترجله كتبرد الذات. وسبحان الله، زعما فعلا المعيار بهذا الاطار غادي، وكل جهه وكيفاش كطيبها، وكل جهه كيفاش كتفنن فيها. كاين اللي كيطيبوها كيشتملوا في حاجه وحدايا الحموضه ديالها كتكون طالعه، يعني كتكون فريش. نعم. كيف ما كنقولوا. نعم. ولكن كل واحد. نعم. والبهارات وداكشي اللي كيضيف ليها. نعم. اللي كيدير فيها الزيتون، اللي كيدير فيها الزيت البلديه، اللي كل واحد شنو كيدير فيها. ولكن كاينه بعض الامور اللي كنجمعوا فيها كاملين. هنا انا كنطرح التساؤل، لانه كيكون عندنا مشكل كيفاش ناخذوا الورقيات ومنين ناخذوا الورقيات. شنو القيمه الغذائيه اللي ممكن تكون عند الرجله؟ حيت احيانا كتكون هي وجبه كامله كيديروا مع الناس شي حاجه، احنا اللي كنديروها شليضه. نعم، هو فعلا اختي سكينه، فيما يخص فقط قوس ديال البهارات، هو الاذواق تحترم ولا تناقش. يعني اي واحد كيدير داكشي اللي كيعجبو. فقط انا غنشير لواحد الاساسيات اللي داروهم المغاربه واللي عندهم مغزى. اولا دائما تعودوا المستمعين اننا ملي كنهضروا على شي حاجه غذائيه كنبداو بالاصل. نبداو بالاصل اللي هو الجانب الفلاحي، نعرفوا القيمه الغذائيه ديال الغذاء. يعني هذه استراتيجيه اللي دائما كنشتغلوا بها، الجانب الفلاحي، القيمه الغذائيه، ومن بعد ندوزوا للمطبخ نعطيو الطرق كيفاش نستهلكوها. فالرجله، الرجله اولا باش المستمعين يعرفوا باللي لطالما الاجداد ديالنا صنفوها من الوجبات ومن النباتات، تعتبر من انواع الخضره، هي يعني من الخضر اللي ذات قيمه غذائيه عاليه، اللي كنجيو دابا كنلقاوها مصنفه في الجانب الفلاحي في العديد من المقررات كانها اللي كيتسموا لي موفيز هيرب، يعني الاعشاب الضاره. انا كنعطيكم التصنيف اللي كاين دابا. دابا ملي كتمشي بعض الناس كيقول لك لا هادو ما دي موفيز هيرب، هادو ابدا. واش هاد الكلام صحيح؟ فنبات الرجله شيء اللي انا شخصيا والمستمعين راه كيعرفوا، احنا دائما ومختص في التغذيه، لان المختص في التغذيه المستمع السامع يعرفوا كيكون عنده واحد البروفيل اللي هو الجانب في التكوين ديالو، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي، جانب نفسي، جانب. وبالتالي الوجبات والوجبات اللي كنقدموها واللي كناكدوا عليها خاصها تكون تراعي الجانب الاقتصادي الاسري، وخاصه اليوم. خاصة اليوم علاش؟ لأن كنعيشوا باللي بحال مثلا ملي كتقول الإنسان خذ واحد المنتوج، يعني غيقول لك أنا ما قادرش نشريه. مي فاش كنجيو نقولوا واش ممكن نلقاو حلول؟ ممكن نلقاو حلول وجبات اللي بعمليات حسابية كتقام علينا بثمن رخيص مقارنة مع حوايج أخرين، لكن القيمة الغذائية ديالها ماشي عندها ثمن وغالية، لا تقدر بثمن. حيت بعض الحاجات عندهم ثمن، من بعض الحاجات لا تقدر بثمن. وهنا كنلقاو الجواب في الرجله، كنلقاو الجواب. الرجله ملي غتمشي تشريها شحال غتلقى؟ تلقى جوج درهم دايره الربطه. وإلا مشيتي عند شي فلاح يقول لك عزولها لي انا من الخضره. واخا فهي فيها الجانب المعيار الاقتصادي والمعيار الاجتماعي وبزاف المعايير، في حين ان بعض الناس تقدر تاخذ وجبه اللي هي القيمه الغذائيه ديالها كتحط فيها يعني واحد المبلغ كبير، بالعكس تعود عليك بالضرر. وهنا بعض الناس هاد الاستراتيجيات يحاولوا انهم يفكروا فيهم. فالرجله من الخضر الصيفيه المنسيه صراحه، فهي تناوبا مع البقوله، وحتى في الجهه الشرقيه غنديروا عليها حلقه خاصه الفاصه. بعض الناس تقول لك الفاصه، نعم الفاصه، الفاصه قبل ما ياخذوها الحيوانات، الفاصه كانوا الناس عندهم ثقافه راقيه جدا، والناس ديال الشرق والجنوب الشرقي اكدوا هذه المساله، هذه باقيين كياخذوها. الفاصه كانت يعني باقة وجبه من الوجبات العريقه. فقلت انا الرجله هي تناوبا مع البقوله كما سبق وشرتي اختي سكينه. ف ملي كطيح داك الشتاء الاولى ديال شهر 9 عندك 10 11 تقريبا 12 كتبان البقوله،
12 واحد جوج ثلاثة أربعة حتى لشهر خمسة كدير الزريعة. مين كدير الزريعة؟ شهر خمسة كنكونوا حنا درنا النقلات ديال الخضار. أنا كنعطيكم الدورة الفلاحية مختص في التغذية، خصو يكون عنده مضبوط، ماشي مضبوط ضبطا تاما، لأنك أنت مختص في التغذية خصك تكون تعرف الغذاء وتعرف أصل الغذاء وفوقاش وكل حاجة والموسم ديالها. مين كتسالي البقولة في شهر خمسة وكدير لنا الزريعة، كنكونوا في شهر خمسة وجدنا النقلات ديال اش؟ ديال المطيشه، ديال الخيار، ديال الفكوس، ديال الدنجال، ديال الفلفله، ديال الحار. كنكونوا حطيناهم في شهر اربعه، اربعه خمسه سته كتكون وجدات الخضره ديال الصيف. خاصة هذا العام شوية الحال سخون، يعني انتم شفتوا كليتوا المزاح بكري، ف شهر ستة كتكون وجدات الخضرة. مي كتوجد الخضرة على سموها الرجله، لان كتنوض في الرجل ديال الخضار في الجنبات ديال، هي ما كتطلعش، هي كتاخذ الارض كتمشي اوريزونتال، كتمشي افقيه. وانا غنقول علاش، علاش كتمشي افقيه، وعلاش حنايا في الجانب الفلاحي، ماشي الناس اللي كيعتبروها دي موفيز اغب اعشاب ضاره، لا، علاش حنايا في الجانب الفلاحي؟ حيت كتمشي في الارض عندنا مهمه بزاف. انا غنقول لكم علاش. نبات مميز يخص البحر الابيض المتوسط، بعض الدول اللي ما عندهمش كيحلبوا بها حلم، ما عندهمش واخا بالمناسبه كيتسمى لو بور بي بالنسبه للناس اللي كيبغيو المصطلح بالفرنسيه. نبات بعض التصنيفات قلت انا يعتبر بهذا النباتات الضاره، وليس بنبات دار. علاش الله سبحانه وتعالى عطاه هذه النبته؟ اولا كتغطي الارض، ثانيا كتمشي اوريزونتال، ما كتطلعش هي بحال الشجره، كتمشي مع الارض. كتمشي مع الارض علاش؟ كاين بعض الحشرات اللي تقدر تجي تاكل لك مطيشه، تقدر تجي تاكل لك الفلفله، تقدر تجي تاكل لك الدنجال، تقدر تجي تاكل لك الخضره كامله. الى لقات الرجله، يعني هي مي غتطلع فوق داك النبته، بالنسبه كيفاش كتشوف الحشره هي داك النبته؟ كتشوفها بحال الا كنشوفوا حنا عماره ديال ثلاثه ولا اربعه طبقات، هي لا، كتشوف الرجله حداها، والرجله بالنسبه لها المذاق مفضل. اش كدير هاد الحشرات، الناس اللي كيسموها لي موفيزر، اش كدير هاد الحشرات؟ كتاكل الرجله، كتعجبها، والرجله دغيا كتجدد وكتخلي لك النبته. الرجله مع باقي الخضر كيتسموا لي بلونت كومباني، يعني تناسق النباتات. مي كنجي انا ونحيد الرجله ونخلي العرش ديال الدنجال ولا العرش ديال الفلفله ولا العرش ديال الحار ولا العرش ديال المطيشه هكاك، ولا الارض اللي كتكون لو سول اللي كيكون نو، اللي كيكون عريان ما فيهش النبات، كتجي داك الحشره ما كتلقى ما تاكل، هي خصها تاكل، لان هي خدمت معانا. هاد الحشرات راه هما خدموا، واش عارفين الدبان؟ الدبان ما خصوش يكون في اماكن هذه، ولكن الذباب خصكم تعرفوا الذباب كاينه بعض انواع العصافير تتغذى عليها الذباب، الا مشى الذباب راه كارثه. من ما خصوش يكون عندنا في المناطق ديالنا، ولكن في المنظومه البيئيه هو مهم جدا. هكاك عاوتاني هاد الحشرات مي كنحيدوا لحنا هاد الرجله باليد، اولا كنجيبوا يد عامله، ثانيا ضايع على الوقت. لا، كيقول لك لا، انها كتاخذ من، لا ابدا، واش كتاخذ من العناصر؟ علاش؟ الا خدينا الشجيره ديال الدنجال نايضه وخدينا الرجله، العروقه ديال الرجله كيكونوا سوبرفيسيال سطحيين، العروقه ديال الدنجال كيهبطوا، وبالتالي العناصر الغذائيه اللي غتاخذ داك هاد الرجله لا ما غتاثرش فهادي، والناس راه كيعرفوا مي كنخليوها ما كتاثرش تماما. فشنو اللي كيوقع؟ ان هاد الحشرات هادي مي كنحيدوا هاد الرجله كتطلع هي في النبات، وتمشي تاكل لك الورده وتاكل لك مطيشه وتاكل لك الدنجال وتاكل لك الفلفله وتاكل لك النعناع. ونقولوا علاش حنا هاد الحشرات كيديروا لنا هكا، ونزيدوا المبيدات. دونك الناس داروا يد عامله، زاد عليه عبء، عطات هذيك الحشره ما لقات ما تاكل، مشات تاكل المحصول، الدار المبيد، كل شيء اضرار. شيء فقط لاننا هذيك الرجله ما فهمناهاش واعتبرناها من النباتات الضاره دي موفازيغ وحيدناها. الدوره الفلاحيه ديال الرجله، هو نبات ينمو بشكل طبيعي بين ارجل واطراف الخضر، خاصه الصيفيه، قلت انا الفلفله، الدنجال، القرعات، المطيشه. عند نهايه، لاحظوا معايا باش نعطيكم الدوره، عند نهاية فصل الصيف كتكون واحد البذور صغيرة سوداء كطيح وكتبقى في الأرض. هي هاد البذور شنو كتبغي؟ كتبغي جوج حوايج، كتبغي حرارة مرتفعة ورطوبة الماء.
هذا الشيء لا يتأتى ولا يتحقق إلا في شهر ستة. شهر ستة الناس كيكونوا زرعوا الخضرة ديال الصيف، كاين الحرارة هي دابا مثلا، وكاين الرطوبة ديال الماء، فداك الساعة كيولي وسط ملائم لما تشتد الحرارة ورطوبة السقي، وبالتالي تنشط هذه النبتة وكتنوض وكتعطي يعني المحصول ديالها. عافاكم، غير إذا بغيتوا تحافظوا على الرجلة من يقرب يعني شهر تسعود، هذيك الرجلة الأخرى خليوها، يعني هي اللي كتطيح الزريعة. فالفوائد لا تعد ولا تحصى. أولا من حيث التركيبة، من حيث التركيبة لاحظوا أن الرجل عندها تركيبة هلامية. سبحان الله العظيم، سيدي ربي عطانا هذا البلد المغرب الحبيب، عطانا أشياء. شوف هكا تسالي البقولة كتبدا الرجلة، شتي هذه الدورة ديال البقولة والرجلة؟ أي واحد كيعاني من القولون، أي واحد كيعاني من البواسر، أي واحد كيعاني من القولون التقرحي، أي واحد كيعاني من لا كونستيباسيون أولا القبض، مستحيل أختي أخي يكون عندك القبض وأنت كتاخذ البقولة في الشتاء والرجلة في الصيف. هذه يعني كون المستمعين يكونوا متأكدين منها. من قلت أنايا فيها ألياف هلامية، لاحظوا أنها رطبة بزاف كاع، واخا نسبة ليا خضور عالية. هنا نوقف على هذه النقطة، الكلوروفيل اللي كاين في البقولة، نسبة ليا خضور اللي كاينه في البقولة، لما كياخذها الإنسان شرف الله قدر الجميع تمنع تكون روائح الجسم، لأن العرق ديال الإنسان كيخرج صافي. يعني ما نسمعوش الأفكار لبعض الناس، مستحيل عرق الإنسان يخرج فيه رائحة شرف الله قدركم. عرق الإنسان طيب كطيب الإنسان، لكن العرق متى تتكون رائحة؟ هي عند اصطدامها بكتيريا الجلد، وبالتالي الرجلة تمنع تكون هذا التخمر العرق بهذه البكتيريات، وبالتالي مفيدة جدا. وشو سبحان الله فوق جات عند ارتفاع درجة الحرارة. مسألة أخرى واللي قل ما غنسمعوها، واللي هي أنا قلت شوف هادشي ديالنا احنا كمغرب ما نتسناوش شي واحد يهضر عليه إلا ما هضرناش عليه حنايا، حيت ما عندهمش. نعطي مثال، الأوميغا 3، كلشي كيسمع الأوميغا 3، أوميغا 3 كمكمل مشي شريه. واش عارفين الرجلة من الخضر النادرة اللي فيها الأوميغا 3، من الخضر القليلة اللي تحتوي على الأوميغا 3؟ وعارفين شنو كدير الأوميغا 3 في الجسم؟ تمنع كل الالتهابات، كل الالتهابات. صار من هكا الرجلة دابا إلا سمع شي واحد الرجلة، عجيب جدا هاد النبات اللي ما كيتقام علينا بوالو. الرجلة فيها أكسيد النيتريك، أكسيد النيتريك هي مادة اللي تنقذ البشرية من العديد من المشاكل. الآن دابا كنلقاو العالم عنده مشاكل ديال الدورة الدموية ومشاكل تخثرات ومشاكل قلب أكسيد النيتريك. واش عارفين علاجات ديال العديد من الأدوية فيها أكسيد النيتريك؟ يعني كيوسع الأوعية. أكسيد النيتريك كذلك كاين في العديد من الكوارث العلاجية اللي هي أدوية بعض العلاجات الجنسية. شنو فيها؟ فيها أكسيد النيتريك، وبالتالي أكسيد النيتريك كاين في الرجلة، وبالتالي وقاية من أمراض القلب والشرايين، ماشي غير الشرايين، والأوعية سيرتو الأوردة. حيت كنقولوا الشرايين كنساو الأوردة، لأن راه كاين الشرايين وكاين الأوردة. الرجلة فيها مكونات معدنية وفيتامينات تجعل الجسم مقاوم للحرارة. لاحظ أنك غتبقى تاكل الرجلة، غتبقى واخا طلع درجة الحرارة 36 والرطوبة 90، غتلقى راسك مقاوم لهذه الحرارة. علاش؟ جدودنا سبحان الله، هاد الناس هادوما العقل المغربي، لا الأنثى ولا الذكر، أنا والله العظيم يعني أزدادوا حبا في العقل المغربي، خاصة التغذية. يعني هنا يعني أصبحت متيم بالعقل المغربي، كيفاش كان كيفكر التغذية، وكيفاش المغربي كان شاف الفليو، لقى فليو كينوض في الماء بارد، دايز الواد كيقيسو كيلقاه بارد، نايضة يعني الزياتة، نايض النعناع الصوفي، نايض فليو. فهم أن إلا كلا فليو الوجبات ديالو، علاش؟ لأن هذاك فليو نايض في الماء بارد،
اذا شنو فهم؟ حيت كان كيسرح الغنم وكيجلس وعنده الوقت، ما عنده لا مواقع التواصل الاجتماعي لا والو، كان عنده متواصل مع الطبيعه وهو جالس، فهم ان هذاك فليو نايض في الماء بارد. اذا هاد فليو فيه مواد، فيه دي برانسيب اكتيف اللي كتخلي الجسم يسخن، كيف ما داك النبته سخونه في داك الماء وعايشه هكا. عاوتاني فهم باللي هذيك الرجله ضاربه فيها الشمس النهار كامل، اي بورتون خضراء وكتبري. انا غادي نشوفوا داك البريونس، هذاك اللمعان شنو التاثير ديالو، كل حاجه وعندها المغزى ديالها. فهم ان هاد الرجله غتبرد له الجسم ديالو، باش نشرح للمستمعين، راه اللي كيبرد الجسم ماشي هو الماء وشرب عصير بارد، لا لا، تبريد الجسم راه تبريد كيميائي ماشي فيزيائي. حيت التبريد كاين جوج انواع، كاين تبريد فيزيائي عندك واحد قطعه معدنيه كتخوي عليها الماء كتبرد، هذا تبريد فيزيائي. الجسم ما فيهش هكا، فيه الجسم فيه ربما الجلد على برا بشكل انه يعتبر بشكل فيزيائي، وي تقدر ما يتخوي عليك الماء تحس بالبروده، لكن الداخل شكون اللي كيبرد الجسم وشكون اللي كيروي الجسم؟ هما المعادن اللي في الماء. والدليل شنو هو؟ الدليل شرف الله وقدركم ان الماء الانسان اللي كيشرب هو اللي كيتبوله، وبالتالي ماشي الماء في حد ذاته اللي كيبرد الجسم، انما المعادن المحمله في الماء. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني ان الاغذيه اللي فيها معادن وفيتامينات تهي كتبرد الجسم، منها الرجله مكونات معدنية وفيتامينات تجعل الجسم مقاوم لحرارة الجو اللي احنا دابا فيها بشكل عادي جدا. اكثر من هكا، لاحظوا ان الرجل رطبة، بونسمون كدير، بونسمون كدير ضمادة للجهاز الهضمي بيروماتي كامل، منشطة الحركية الامعاء وبالتالي مستحيل تكون قبض. الياف غذائية اللي كاينة في الرجلة مغذية البكتيريات ديال الامعاء اللي كتسمى بريبيوتيك. ها البريبيوتيك عندكم غراتويتمون كاين وضعها بين الخضر، صح؟ نسبة عالية من الاوكزالات، وهاد الاوكزالات جدودنا، لاحظ اختي سكينة قلتي لي واحد المسألة قلتي لي كيشتركوا فيها، هي الحموضة. جدودنا علاش؟ علاش داروا الحامض مع البقولة ومع الرجلة؟ ضروري الحامض يا خضر يا مصير، لأن الرجلة فيها الاوكزالات، والاوكزالات كاين لو ريسك انها تجمع بلو كالسيوم، والا تجمعت بلو كالسيوم كتعطينا الحجر في الكلاوي. وجدودنا فهموا هذه المساله، اللي كيجعل ان الحجر في الكلاوي ما يتكونوش هي لاسيديتي ديال الحامض اللي كتمنع تكون اوكزالات الكالسيوم، لان الحجر في الكلاوي هما اوكزالات الكالسيوم. كذلك داروا الحامض علاش؟ لان الرجله فيها الحديد، غنيه جدا بالحديد، لكن الحديد ديالها حديد ذكي كيتسمى لو فير نون ايمينيك، الحديد اللي هو ماشي ليبر، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلاش الحديد حر، انه مؤكسد، انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد ديالها باش يتحرر خصو الفيتامين سي، داكشي زادوا البقوله زادوا لها الحامض، والرجله زادوا لها الحامض. اكثر من هكا، هذا حنا كمختصين في التغذيه كنحلموا به، كنحلموا بالمعادن اللي كيكون عندها نسبه الامتصاص عاليه، كتسمى لا بيو ديسبونيبيليتي. انت مي كتاخذ كالسيوم مكمل، مي كتاخذ حديد مكمل، علاش الحديد مكمل؟ مي كتاخذ الدواء يعني مكمل ديال الحديد، وهذاك هذا علاش الخروج ديال الانسان شرف الله وقدركم كيتبدل اللون ديالو، كتجي كونسيباسيون، لان الجسم ديالنا ما كيمتصش داك الحديد كامل، تقدر تاخذ واحد الكميه جسمك يمتص 10%. وهذه مساله يعني بعض الناس راه بعض المكملات كتاخذوهم راه كتشريوهم، كتشري نسبة الامتصاص 20%، 80% كلها ضايعة بحق الله، خلصتيها كتخلصها بالمال وكتخلصها في الجسم ديالك. البقولة أو الرجلة فيها معادن سكون أبل، حنا عندنا واحد الخاصية في علم التغذية كتسمى لا بيو ديسبونيبيليتي، معنى الامتصاص ديال المعادن اللي كاينة في الرجلة عالي جدا، كيوصل حتى ل 95%، يعني اللي خديتيها كتستفد منها. شتو يعني الجانب الاقتصادي والجانب الصحي راه غادي مع بعضياتهم. إذا كان شي شعب فهم الجانب الاقتصادي والصحي في العالم هما المغاربة، الملمس ديال الرجلة ملمس لامع. لاحظوا أن ملي كتشوف الرجلة إلا شتيها نابتة يعني بين الخضر كتلقاوها كتبري، عندها واحد البريونس. هذا شنو غيفهمنا حنا كإنسان؟ غيفهمنا أنها مفيدة لصحة البشرة والجلد، هذاك اللمعان الله سبحانه وتعالى عطانا عبر، عطانا باش نديروا التفكر. وبالتالي ملي كنشوف ان واحد الغذاء
عنده واحد بريونس بحال الدنجال مثلا. الدنجال كتشوفوا داك البريونس ديالو داك اللون ديالو فيه دي زونتوسيان، هذوك لي زونتوسيان الدنجال من ارفع الاغذيه المفيده لصحه البشره. فوقاش كيجي؟ كيجي هو تم خمس شهر خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود كيمشي بحاله. كذلك الرجله فيها لي كاروتينويد اللي كتحمي البشره، واللوتيين والزيوكزونتين والبروفيتامين ا اللي كتمشيو تشريوه كمكمل كاينه في الرجله. نشير لواحد النقطة كنت شيرت لها، وممكن أنكم تبحثوا في الدراسات خاصة بالدراسات بالإنجليزية، واحد المسألة مهمة بزاف. الناس اللي كيعضهم الناموس، الناس اللي كيعضهم الناموس خصنا نعرفوا بلي الجسم ديالنا لما يتعرق جسمك يفرز دي فيرومون. لي فيرومون وطبيعة العرق اللي كتخرج من الإنسان تختلف حسب الميتابوليزم ديالك، يعني العرق ديال الانسان التركيبه ديالو راه تتغير من فصل لفصل من نهار لنهار. مي كتكون ستريسي طبيعه العرق ماشي هي مي كتكون مرتاحه كدير الرياضه، هذه خاص المستمعين يكونوا عارفينها. العرق اللي كيخرج منك مي كتستريس وتكون مقلق ماشي هو العرق اللي كيخرج منك مي كتكون كتمارس الرياضه. فشنو معناته؟ الناس اللي عندهم نقص فيتامينات جروب بي وخاصه البي واحد والبي جوج كيعضهم الناموس. علاش؟ لأن طبيعة العرق هي مختلفة وتجذب الأنثى وتجذب هذا الناموس. هذه فقط كإشارة. بالنسبة علاش الناس ما كيبغيو يبعدوا الناموس كيديروا فليو في راسهم؟ الناس هذه شحال وطريقة جيدة، كيدير واحد جوج عريشات ديال فليو في راسه ولا كيشعل الدخان مثلا كيمشي بلاصة هكايا كيطبخوا الخبز ما كيجيش الناموس. الناموس راه معروف. فالعين ديال الإنسان فيها نظارات عطاها لنا سيدي ربي كيتسموا لي كونو لي باطوني، هادو كنشوفوا بهم الالوان كحل وبياض. هاد لي كونو لي باطوني كيخدموا بالرودوبسين، وهاد ماده الرودوبسين هي التي تحافظ على العين خلال فصل الصيف من اشعه الشمس. هاد الرودوبسين لا تشتغل الا بوجود ماده اللوتيين، واللوتيين كاينه في نسبه عاليه في الرجله، بالاضافه الى مضادات الاكسده ضد الجذور الحره للوقايه من السرطانات. بقاتنا كيفاش نستهلكوا هذه الرجله؟ طريقه بسيطه جدا، كاين جوج طرق، وهاد جوج طرق بجوجهم اساسيه فيهم واحد النقطه. الرجله الا بغيتوا تذوقوا المذاق ديالها خصكم تاخذوها طريه، خذها طريه تكون باقا تشدها بيدك تقسمها بيدك. نقدروا نزيدوها هكاك خضره مع السلطات روعه، واخا كما اننا نقدروا نطبخوها كيف ما كيطبخوها المغاربه بحالها بحال البقوله، وبصحتكم وراحتكم. وهنايا مي غناخذوا هذه الوجبه ماشي غناخدوها كبلا داكومبانيومون كما قالت اخت سكينه، حنا كنا كناخدوها وجبه رئيسيه، حيت كاين بعض الوجبات اللي كنقولوا فيهم بون شونس، مي هذه الوجبه هذه غادي نقولوا فيها بون ابيتي. فشهيه طيبه ونتمنى ان شاء الله دخلوها لوليداتكم، ديروها لها الشرموله، شرملوها مزيان. راه الشرموله ديالها كتلعب دور في ان الوليدات ياخذوها ولا ما ياخذوها، لان بعض الناس كيعتبروا ذاك المذاق فاد، سيرتو الناس اللي مولفين بالحلويات، الناس اللي ما كيديروش خميره بلديه باقي عندهم هذاك المذاق الحلو مسيطر على الميولات ديالهم. راه نهار تبدا دير خميره بلديه، اصلا خميره بلديه هذه نعطيها للمستمعين مؤشر على انك تخليتي على الماضي اللي فيه حب ما هو حلو، هو تقبل الخميره البلديه. طونك ان الانسان باقي ما تقبلش الخميره البلديه، عرف باللي قصر المذاقات البالي جوستاتيف اللي عندك في اللسان باقي مسيطر عليه المذاق المالح والمذاق الحلو فقط. بالحق نهار كتبدي تبدا تاخذ الخميره البلديه كيولي يحيى داك المذاق الحامضي وما كتبقاش تحس بها. مي هذا انديس من بعد الناس كيقول لك انا ما كنقدرش على الخبز بالخميره البلديه، عرف باللي باقي الانسان في ميولاته باقي يميل الى ما هو حلو، وعليه تنظيف هذيك الشعيرات الدمويه ولا قصر المذاقات اللي كننظفوه بطريقه اللي اننا كنتخلاو على داك الماده اللي عندنا عليها ادمان. لان الناس كيعرفوا الادمان على العديد من الامور، كاين ادمان على الغذاء، هذه ما فيهاش نقاش، وكنا درنا حلقه خاصه على هذا الموضوع. فاستمتعوا بالرجله، هي معكم الرجله دابا من دابا حتى شهر 9 ان شاء الله. حتى كطيح الشتا الاولى حتى كيجي الرمان، مي كيجي الرمان وطيح الشتا الاولى باش توجد لنا الزيتون، صافي الرجله كتودعنا وكتخلي الزريعه ديالها. من بعد شهر ونص كتجي البقوله وكتولي دورة حياة في المغرب. هذه الدورة فين غنلقاوها؟ مستحيل نلقاوها إلا في المغرب الحبيب. مرحبا. ومشكور جزيل الشكر أستاذي على هذه المعلومات كلها، وحنا أكيد مازالين معاك، غنتوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا أسئلة المستمعين.